نهاية آفاق بدلة يوم أمس الأحد بمدينة تيفلس الدورة الأولى من السباق النسوي على الطريق، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس المقبل. جمعية خدت هذه المبادرة لأن عندها في الأهداف ديالها رياضة، الأهداف ديالها تتبنوا في الحاجة الثقافية الفنية والاجتماعية والرياضية. حنا في مدينة تيفل تنقصنا المرأة ما تدخلش بزاف، ولذا شفنا في هذا اليوم العالمي للمرأة باش نخرجوها رغم الأمطار والشتاء هذاك، حضرت المرأة بكثافة، وهذا ما تزيد غير يشجعنا، والحضور اللي كان مكثف هو دعم ومساندة للمرأة التفلسية. كنشكر هذه الجمعيه هذه اللي نظمت هذا السباق الجيد، واخا كان صعيب لان مده هذه ما جريتش الرياضه في وسط لاصال، ماشي هي ما كافياش بالنسبه ل نخرج على برا نجري، يعني هذه مبادره ليا باش شاركت في هذا السباق هذا. Wonderful مزيان، برافو مزيان، it's wonderful it's wonderful, great turnout, everyone's having fun, everyone's smiling, everything's great, yeah. وفي نهاية الحفل تم تسليم الجوائز للمتسابقات مع تكريم فاطمة عبيدان أستاذة التربية البدنية ومدربة كرة السلة النسوية. بهذه المناسبة كنحيي كل أم، كل أخت، كل سيدة بعيد الوطني للمرأة، وتنقول أن الأم هي العمود الفقري ديال الأسرة، وكنحيي بجانبها الأب، كنحيي بجانبها الرجل اللي هو النصف الثاني ديال المرأة اللي هو الأب والأخ، وبدونه ما غاديش تستمر الحياة.